بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت لان نلتقي باحد الاخوه الكرام باسم كريم عبد الله خليفه عبد الله المعمري. الاخ عبد الله اريدك تعطيني فكره عن حياه الناس في السابق كيف كانت؟ الحمد لله رب العالمين، كان اهالي هذا البلد معتمدين على الزراعه، زراعه البر وزراعه الثوم والبصل والاشياء المنطقه لهم حق الشتاء في ايام الشتاء، مثلها نقول التمر يخزنه ايام القيض، يخزنوا اللي هو نقول التمر التمر النغال، وكذلك نقول عند الاشياء مثل قش التبق والاشياء هذه الموجوده عندنا، ما عنده مثل الان الخصاب موجود والخلاص، وهذا ما كان عندنا. هل كانت زراعه تكفيه البلد؟ نعم كانت تكفي لاهل البلد ويبيعوا. ما شاء الله، بالرغم من صعوبه استخراج الماء يعني وطريقة نقله، يعني والله كان الأهالي يروحها على حمير إلى المناطق اللي ما يعني تصعب، ممكن على الشلول على الرأس، ويشل مثل المنتوجات عندهم مثل البصل والبر والثوم. فأنا كنت صغير وأروح عند جدتي الله يرحمها، وكانت تشل هذا البصل من حيل اسمه حيل القاسم، يبعد عن البلد هذا ما يقارب عن 3 كيلو. فكان هذا حيل ما شاء الله كان منتج من ناحية الزراعة ومن ناحية أي شيء تزرع في هذا المكان كان فوق الممتاز، ما ممتاز بعد ما شاء الله. نعم فكان الأهل معتمدين على الزراعة، زراعة البر وزراعة الثوم والبصل، وكان فيها من جميع المنتوجات مثل عندك التين، العنب، المانجو. كان المانجو ما يقارب عن حوالي فوق أكثر من فوق 200 همباء موجودة في هذا البلاد. نعم كان الأهالي يشلوه في جواني، ما يشلوه في مزامي، كان يشلوه في جواني ويعطوا الأهالي ويعطوا الناس اللي ما عندهم، كان يعطوهم من هذا المنتوجات الموجودة في البلد. فكانوا اللي ما عندهم نخل في هذا البلد يجون من مناطق بعيدة، أيام القيضة يجلس عندنا شهر ويشلوا تقريبا ما يقارب مثل رعاة البلد من التمور. ما شاء الله. نعم اللي هو مال الأكل ومال الحيوانات كان يشله على الجمال. ما سر نجاحهم في الزراعة ذاك الوقت؟ والله كان في تكاتف من قبل الأهالي، يعني أنت عندك مثلا اليوم تبى تزرع شيء تجمع أهل البلد تقريبا كلهم وساعدوا في زراعة الثوم وزراعة البصل وزراعة البر. فكان الأفلاق نفس الشيء كانت صعبة، ويشل القص من مكانات بعيدة يجيبوه الطين يعني، لكن كان يحرقوه ويسووا حق الأفلاج. شيء من الأفلاج عندنا ما يقارب طولهن فوق 700 متر. ما شاء الله. نعم أكثر عن نص كيلو يعني الأفلاج. هي نعم. وكان القبلان بعد كانت في أثناء جريان الأبدية كان يشلهن ويتجمع الأهالي كلهم يعني رعاة البلد، وبيسووا لهم غداء بالله تعالى كاتب إن حلم سواء ذبيحة أو غيره، وتجمع وصلح هذا القبيل واللي يروح المكان بعيد او اللي في من البلد. هل ما زال يعني محافظين على هذا ولا تلاشت كثير من الاشياء المزروعه؟ لا والله لا زلنا نحافظ عليها. محافظين. نعم اعطيك صراحه محافظين، وربما انه الاهالي اهتموا اكثر عن السابق. ما شاء الله. لان بالامكانيات اول حين بالمعدات الموجوده زين، سواء يدويه او المعدات اللي نستاجرها. جميل. نعم. فما شاء الله، ما هي رسالتك ونصيحتك للمحافظة على هذه الأشياء الزراعية؟ والله احنا محافظة على البلد يعني في الاهتمام بالزراعة. والله أنا نصيحتي للأولاد هذه أو الجيل القادم، فأنا أقول يجب علي المحافظة على هذا الموروث اللي ورثناه من أهالينا جميعا، جزاهم الله الخير. حصلنا هذه الأماكن كانت احنا مهيئة للزراعة ومهيئة زراعة نقول البر والثوم والبصل والأشياء اللي الله تعالى رائدنا. فيجب على الشباب المحافظة على ممتلكات أهاليهم، وأن يكونوا يداوموا على ما حصل آباهم وأجدادهم. جزاك الله خير. شكرا دكتور، بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. طال عمرك. تسلم دكتور. سعدنا. أحسنت.